بتشجيع منتسبي وزارة الداخلية على الاعتماد الذاتي، نظمت قيادة شرطة محافظة المثنى حملة شملت تصليح العجلات العاطلة والمتوقفة عن الخدمة، حيث شملت الحملة تصليح أكثر من 50 عجلة من أجل الاستفادة منها في العمل الأمني داخل المحافظة. هذه العجلات تم إعادة تأهيلها مرة ثانية، هي من قبل اختصاص معمل التصليح الشامل في قيادة شرطة محافظة المثنى وبجهود ذاتية من منتسبين القيادة. اليوم نحن في الحملة الثانية لقيادة شرطة محافظة المثنى، حيث تم تصليح 27 عجلة نوع فورد من قبل منتسبي قيادة شرطة محافظة المثنى، وهذه الحملة الثانية حيث سبقتها حملة الأولى وصلحت أكثر من 25 عجلة بأيادي منتسبي قيادة شرطة محافظة المثنى. هذا ما يوفر لنا الأموال ويوفر لنا الميزانية، بالإضافة إلى أنه هناك فنيين أكفاء في قيادة الشرطة قاموا وتبنوا هذا الموضوع في معمل تصليح قيادة شرطة محافظة المثنى. محافظ المثنى من جانبه أشاد بالجهود التي تبذلها مديرية الشرطة، داعيا الدوائر الأخرى أن تحذو حذو القوات الأمنية في الاعتماد الذاتي بغية توفير الأموال لها بسبب الأزمة المالية الضيقة التي يمر بها البلاد. سياسة المحافظة هي التوجه إلى سياسة التقشف بحدود معينة بما لا يؤثر على تحسين وتطوير الخدمات والاعتماد على الإمكانات الذاتية المتوفرة من أجل إعادة وتحسين وتطوير كل الخدمات التي تقدم للمواطن. البعض لا يعي وضع الدولة الحالي، وضع الحكومة الحالي بالتقشف. هناك حقيقة قلة بالموارد المالية المخصصة للمحافظة. وتؤكد قيادة الشرطة أن هذه الحملة لم تقتصر على آليات قيادة الشرطة فقط، وإنما شملت الدعم لجميع الدوائر الأمنية الساندة حسب الضوابط والتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية. لقناة صلاح الدين الفضائية، حسين الخزعلي، المثنى.